إذا كان النقد الأدبي قد شهد العديد من المناقشات والدراسات في الكتابات الغربية، فإن النقد الموسيقي كخطاب يبقى قليل التناول في الدراسات العربية عموماً والتونسية بشكل خاص. لكن إنشاء اختصاص النقد الموسيقي صلب المسالك الجامعية التونسية الخاصة بالتعليم الموسيقي أعطى الفرصة للكثير من الباحثين المتحمسين للتعهد بخلق توجهات جديدة لعلها الموسيقولوجيا النقدية. وقد تجسم هذا التوجه النقدي الجديد في دراسة جاءت تحت عنوان تجربة النقد الموسيقي في تونس 56 و900 و1000 و2000 للباحثة التونسية في العلوم الموسيقية الدكتورة عايشة الجلاتي. يطرح الكتاب تساؤلات حول تداعيات استراتيجية الإعلام لدولة الاستقلال على المجال الموسيقي، كما يبحث في انعكاسات السياسة الإعلامية على التناول الصحفي للأحداث والتظاهرات الموسيقية. إن عملية النقد الموسيقي لا تعني التحليل الموسيقي ولا تعتمد التراقيم الموسيقية، وإنما تعتمد النصوص الصحفية التي تترجم انطباعات كتابها أثناء تقبلهم للأعمال الموسيقية ومواقفهم من بعض الظواهر التي يعيشها المجال الموسيقي وأرائهم حول مختلف المسائل ذات العلاقة بالممارسة الموسيقية. ويأتي سياق هذا الكتاب في ظروف تاريخية تونسية استثنائية باتت ضامنة للحقوق والحريات من خلال اختيار مواضيع كانت بالأمس مستحيلة التناول. ونعني هنا دراسة الصحافة الحزبية المكتوبة في تونس في فترتين تاريخيتين شهدتا صراعا سياسيا وإيديولوجيا حقيقيا انتقل ليناقش بكل جرأة على أعمدة الصحف التونسية، ليس فقط لمعالجة مواضيع تنموية واقتصادية وبيئية ودينية، بل كذلك ليقتحم مجالات السياسات الثقافية التي كانت تنتهجها السلطة ومن بينها المجال الموسيقي الذي اختارت عائشة الجلاتي أن تبحث فيه تحليلياً من خلال دراسة طبيعة الانتقادات الموجهة لتلك السياسات على أعمدة الصحافة المكتوبة، وذلك بالاستناد إلى عينات اختارتها من صحف العمل والحرية والرأي. تجربة النقد الموسيقي في تونس للدكتور عايشة الجلاتي أول كتاب يطرح مسألة النقد الموسيقي في تونس، هو بحق إضافة ثمينة للمكتبة الموسيقية التونسية.